الركن اليماني. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات. المسح على الركن اليماني مكفر للخطايا كرما من الله تعالى. عن عبيد بن عمير بن قتادة أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، ما أراك تستلم إلا هذين الركنين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني. قال ابن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخطيئة.